FM. الكلمة ليك. مرحبا بكم في الهيد نت. المعروف انه المجموعات الارهابية كانت تعتمد على وسائل بدائية في العملية نتاعها، هاو بازوكا، هاو رومانا، هاو قنابل مصنوعة باليد. هذا زمن القاعدة يا حسرة في افغانستان. الجينيراسيون الثانية من الارهاب تطورت اكثر، ولا عندها سلاح متطور، حير الخبراء، قنابل صاروخية متطورة، صواريخ كيميائية، دبابات. اما اخطر اليوم انه الارهاب اتطور مع التطور التكنولوجي وانتشر حتى على الانترنت. هذا اللي نسميوه الارهاب الالكتروني. الحكاية ما تطلبش برشا فلوس وفكتيف، فقط اخصائي تقني وحاسوب وانترنت. والارهابي نجم يفجر البنى التحتية الوطنية كما الطاقة والنقل والمعطيات الحكومية، والهدف هو ترهيب حكومة او مدنيين. خمسة أسباب تخلينا ما نقاوموش بصفة جدية الإرهاب الإلكتروني: ضعف بنية الشبكات المعلوماتية وقابليتها للاختراق، 2 غياب الحدود الجغرافية، 3 سهولة استخدام أو قلة التكلفة، 4 الفراغ القانوني، 5 صعوبة في اكتشاف وإثبات الجريمة الإلكترونية. مثال في تونس، مجموعة إرهابية وأصحاب شركات مختصين في قرصنة الحسابات البنكية قرصنوا 250 ألف حساب، بدأوا ب10,000، من بعد 200,000، 30,000، وصولا إلى 10,000. المرابيح قدرت 900,000 دينار ومليار و300. اليوم الإرهابي ما عادش يصدم على عطار بشكل، ولا يصدم على بانكا ويسرقها الديستانس. يا حكومة، وقتاش تأمنوا المنظومة؟ فيش نستناو؟ الكلمة ليك.